اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. بغيتكم كاملين تجيو ترحبوا بينا في الكومنتات بالضيفه ديالنا. مرحبا والف مرحبا من هنا حتى لاسبانيا، وخليكم على الفيديو من الاول حتى الاخر. السلام عليكم، كي دايرين متابعينا الكرام؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشر مبروكه دخل علينا هذا الشهر ان شاء الله يا ربي بالصحه والراحه وطول العمر، والله يجعلنا من الصائمين والقائمين، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. اختكم عائشه من اسبانيا، كانت بغيت نشارك معكم ان شاء الله باذن الله واحد الفطور ديالنا خفيف ظريف ان شاء الله، والفيديو حتى هو يكون خفيف ظريف ان شاء الله باذن الله، ونتمنى نكون خفيفة على قلوبكم. نتمنى ترحبوا بيا في قناتكم حفيظه دورتموند مغربية في ألمانيا، وتقبلوا عليا إن شاء الله بإذن الله. واللي رحبت بيا وعجبها الفيديو تخلي لي في تعليق بأنني من المرحبين بهم، وبأنكم قابلين على ذاك الشيء اللي وجدته معكم، يعني ذاك الشيء إن شاء الله خفيف ظريف، وأنا مسهلة على راسي عاد أكثر بأنني كاين حوايج اللي عندي متلجين بحكم الخدمه وداك الشيء، كان وجدت كل شيء من قبل. المهم انا عادي ندير معكم تورتيه اسبانيولا، التورتيه اللي هي معروفه بها في اسبانيا ديال البطاطا، كيكون فيها البطاطا مقطعه بهذا الشكل هذا، يعني كنت تشوفوا ما رقيقاش بزاف وما غليظاش، نص نص باش تطيب دغيا دغيا. الكميه اللي بغيتو، عندي البصله مقطعها حتى هي، البصلة كتكون قلب البطاطا، يعني هنا عندي بصلة متوسطة مع ربعة البطاطا شوية هكا كبارات خير الله. هما ندير عليهم الملحة، الملحة شحال ما كانت، يعني ملحة، يعني الواحد إلا كان ياكل ملحة حسن، لأن يعني كتجي بنينة من كتكون، إلا كانت عاد زايدة شوية في الملحة كتكون عاد حسن. بالنسبة ليا أنا، فان شاء الله انا درت الملحه ديالي، وعندي الزيت هنايا كطيب، فعادي نقليها معكم ان شاء الله، فين نمشي ندوز نوجد الحشوه ديالها. بغيت نديرها هذا النهار معمره بالكفته ان شاء الله. عادي نحتاج البصله شلطه رقيقه، نحتاج الكفته، نحتاج الملحه، الابزار، الكامون، سكينجبير، تحميره، شويه القزبر، نوجدهم مع بعضياتنا هنايا. وهنايا باش قلت لكم يعني خفيف ظريف في الفيديو ان شاء الله باذن الله، وحتى المغرب ديالنا الفطور ديالنا غادي يكون خفيف ظريف. عندي سطوره ديال الدجاج كنجيبهم كنقطعهم على شكل قطبان، كنشرملهم بالقزبر والمعدنوس والطلاطريه، عاد كنديرهم في الثلج. ما عمري الا كانوا ديال القطبان كنديرهم هكا كبويض، دائما كنديرهم هكا لان كيخرجوا روعه، كيخرجوا حسن. عندي نحتاج شويه ديال البصله فيهم، غادي نسرقوا شويه عرفتوا ريحتها طلعت ما شاء الله، بلا عاد ما تجلس فيها ولا عاد ما تخايلوا معايا، يعني هادشي حتى يترقد على خاطرو ويقص على خاطرو حتى نوجد ان شاء الله الشيء الاخر ديالنا. هذه كانت عندي حتى هي واجده، لان ولادي ما كياكلوا ليش الخضره نهائيا، فلذلك غادي نعمرها غير بالكفته، وشي حبات غادي نعمرهم بالخضره. هنا عندي البصله مقطعه رقيقه مشحره في الزيت، عليها المطيش الفلفله الحمراء، الفلفله الخضراء، والفلفله الصفراء، والشامبينيون، كلشي رقيق 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 لواحد الدرجه ما تصوروهاش، ومشحر كلشي، ومدير فيه نفس هاد العطريه، الملحه، الفلفله، كامون، سكينجبير، تحميره، ومشحر مزيان مزيان. نمشي ندير البطاطا ديالي لان ما قادراش بيد وحده، ردها تقلى ونرجع معكم ان شاء الله باذن الله. ها انا درت معايا البطاطا والبصله، كيما حركتهم مزيان بالملحه راكم شفتوا، رديتهم يتقلاو على خاطرهم في الزيت ديالي، ورجعنا المقلة ديالي فيها الزيت، غادي نديرو فيها البصلة، يعني سمحولي على الفطور يجي باش نصور، أنا لا حطيت معنديش يجيكم داك الشي هو هداك، إلا خدمت هكا معنخدمش هو هداك، المهم هي
الله يقبل عليا ونتمنى من الله نكون خفيفة على أمان يوم كنتي على قلبكم إن شاء الله يا ربي. نتمنى تجربوا هذا الشيء والله مستغرب زعما نحقق الصوفية البطاطا أصلا بوحدها بلا الحشوة ما شاء الله تعالى. تقدري ديرها صغيرين تقدري ديرها كبيرة يعني الاختيار كيرجع بيكم. نجربوا البصلة باش نطلقنا شي ما صح معنا البصلة ونزيدو عليها العطرية نزيدو عليها القصة نزيدو عليها العطرية ديالنا إن شاء الله بإذن الله. هانا من بعد ما طاحت البصلة ديالنا تحمرات تقادات يلاه نشاهدو الفيتا ديالنا. ثاني مرة كنقول لكم سمحوا لي على التصوير لان يدي وحدة عندي ولكن نتمنى الله داك الشيء يعني اللي بغيت نوصلكم كيوصلكم. اهم حاجة يعني اللي بغيت نشارك معاكم وصفات اكثر كتبولها في التعليق وانا راه لي اشارة ان شاء الله. ونتمنى لكم فيكم تكون يعني شي فيديو اللي غادي ينفعكم وخا غير هاد الكليب. التورتيه زعما فنه التورتيه غزاله التورتيه جربوها اللي ما بغاتش تعمرها ما تعمرهاش ماشي مشكل راه كلشي زوين جدا هادشي فنه حتى ذكرت معكم الفرماج لان ما عنديش محكوك وتفكرت انني نحك شويه من الجوده والجود بالموجود مش عادي نديرو نصبرو صافي كثير شي اليوم على الحد كلشي مسدود فحكيت شويه ديال شي شرائح ديال الجوده وانا غادي نديرهم ان شاء الله ندوزو نكملو على شغلنا. ها هي الحمد لله الكفته ديالنا وجدات شحرات مزيان وجدات راح نحطها معايا كلها الفرماج ديالها تبرد واحد شويه يا نزيدوه كله يا حتى نكونو نديرو يعني مازال عاد ما قررتش واش ندير وحده ونقطعها ديك الساعات واش ندير صغورين مازال ما قررتش لذلك مازال هانتوما كتشوفو صراحه ما كتاخذش الوقت كثر شي لفتي موجده خارجك اهم حاجه اللي كتريح الانسان هي كيفيه التحضير ديال الحوايج يعني الا مشى الانسان مع الحاجه هو كيوجدها بيم بام بيم بام راه غادي تجي سهله والله العظيم غادي. بقى لنا هنايا البيض ما كنتش ذكرتو باش على حساب التورتيه ما عرفت شحال غادي تاخذ لي حتى غادي نكلع كاع البطاطا ونوجدها عاد غادي نعرف واش غادي يدي لي غير 4 ولا 5 ولا غادي نشوفو مع بعضياتنا. ها انا كيما رجعت لكم وكيما قلت لكم البطاطا ديالي والبصله تقلات ما كنخليوهاش تاخذ يعني تحمر كيف ريت ولا كتبقى رطبه وكتزيدها الرطوبيه كتزيد لها البصله كتزيدها الرطوبيه والبنان. وقت اللي كنت كنستناها عمرت القطبان ديالي كنكون مرتاحه منهم. ثانيه الكميه اللي عندي هنايا غادي ندير 5 كاع ديال البيضات ان شاء الله واحد شويه ديال المليحه باش نبدل من داك البيض نهرس البيض ديالي كامل ان شاء الله نخلطو ونزيدو في البطاطا ونرجع معاكم. هنا رجعت لكم صافي درت البيض ديالي على البطاطا حركتو مزيان عندي دابا موجوده الطورطيه يا اما طيب هكا وحدها كما راها طيب في مقله تكون ما تلصقش وطيبوها على جوج جهات وصافي هي واجده
يا اما ديروه هكا بالطعميره كما بغيتوا، داكشي الاختيار كيكون ليكم. غادي نبداو مع بعضنا ان شاء الله نخدم شي وحده باش تكون الفكره يعني واضحه. انا قررت نديرهم صغار اليوم، ناخذ واحد شويه باش ناخذ الكفته ديالي نحطها في هكا في الوسط، نزيد عليها شويه ديال الفرماج ونبسطها بيدي، نزيد عليها شويه تاني بحال اللي نغطيها باش الحشوه تجي في الداخل ان شاء الله. ها رجعت لكم مره اخرى، هذاك العيبه اللي درت في الاول ديال داك السيركل المدور باش درت بيهم ما عجبنيش الشكل ديالهم، فرجعت لهم الطيله البيضه نتاع البيضه اللي عندها تستعملها، اللي ما عندهاش تشوف كيفاش يديروا هذاك السيركل ولا. فبنفس الطريقه كندير البطاطا في الاول، كندير الطعميره والفرماج، ندير البطاطا في التالي وكانت من فوق للصورة. هانا البنات التورتيات ديالي وجدوا، هادو اللي معمري بالخضرة، هادو اللي معمري بالكفتة، سيباريتهم هكا باش نقدر نعرفهم. شاطت لي شوية الكفتة، شاطت لي شوية الخضيرة، شوية الفرماج، كلشي هادشي اللي شاط، ما عاديش يضيع يعني، غادي نستغلو ان شاء الله، غادي نخلطهم بثلاثة، نزيد عليهم الشعرية الصينية ونعمر بهم بريوات ولا شي حاجه، المهم نزيدها مع هذاك الشيء، مع داك الشيء اللي عندنا ان شاء الله، وبقى التقديم النهائي. المهم هنا رجعت معكم، ها هما هنايا درت شويه السيجار بهذوك الحشوه اللي قلت لكم راني وريت لكم، قلت لكم بلا بقات الكفته والخضره، وزدت عليها الشعريه الصينيه وعمرتها وخليتها. دابا ندير لها زويته حاجه قليله ماشي كثير، ونصفها في اللاطه ديالي ونخشيها في الفران ان شاء الله باذن الله. من راها المقله ديالي كتسخن، خصها تسخن مزيان، ندير قطره الزيت وندوزو، ضروري خصها تكون سخونه باش ما يتلقناش الماء. غادي نطلعوها من جهه ونعاودو من الجهه الاخرى، هي هكا في المقله اللي عندها شويه بغات دير شويه، انا عجبت اليوم نديرو شويه، غادي نديرها هكا في المقله دغيا دغيا تاخد اللون ديالها، ونديرها ان شاء الله في الفران، عندي الفران شاعل شاعل باش يطيبو هادو، هاديك الساعات غادي نديروهم في الفران، الله غي يشدو اللون ديالهم في المقله. الشوية ديال البن نديرهم يطيبو ان شاء الله في الفران، الفران على درجة حرارة 180 درجة من فوق و لتحت، إلا كاين اللي عندها الفرفارة مزيان من فوق و تحت الفرفارة، اللي عندها غا ديال الكاز راها عارفة تصبيب، و كل وحدة راها عارفة فرانها كيفاش يطيب. أهم حاجة تكون درجة الحرارة ما هي عالية ما هي ناقصة، 180 يعني درجة معتدلة يعني. دابا هدا غادي ندخلو الفران ان شاء الله، دابا نخليهم يشدو اللون ديالهم، غير شويه خلاصة، نخلي نقولو نشدو عليهم من داخل داك باش يبقاو رطب من داخل. وها حنا كملنا، خرجنا القطيبات ديالنا من الفران، هانتوما كتشوفو كيفاش محمرين، ولكن من الداخل رطبين تبارك الله، هانتوما كيطيبو كيتحمرو، لان هذيك اللعيبه اللي كنديروها في المقله كيشدو اللوين. البطاطا ديالنا ها هي، حاولت نبدل لهم هاد اللعيبات على حساب الا كانوا عندكم، ما كانوش يعني بحال دابا وليداتي هادو ديال الكفته باش نعرفهم، هادو ديال الخضره، البريوات اللي درنا لي شاطو، وخرجت درت بيتزات هكا صغيورين، خرجنا شي حبات ديال بيتزا ايوا شويه ديال البريوات. هنا الصلصات، هذه الصلصه بلانكا فن، زوينه بزاف مع المعجنات، والسنتر ديالنا خلاص هذيك ضروريه، هي ولا حريره ولا صوبا ولا
وهذا هو النهائي ديالنا ان شاء الله. القضاء قالوا 5 دقائق وتحت فوق الطبله. وبالصحه والهنا للجميع. ما تنسوناش باللايكات وبالدعم وبالاشتراك مع الاصدقاء ديالكم. وهذا كما قلت لكم قناه ديال حافظه دورتموند مغربيه في المانيا. نتمنى لايكات بزاف بزاف بزاف. ولا عجبكم المحتوى اللي درت اليوم وعجبكم هذا الشيء تقدروا تخليوه في الكومنتات. ولا بغيتوا فيديوهات كثار وشهيوات كثار من يدي مرحبا خليوا لي كومنتات وانا تحت امركم ان شاء الله. وعواشركم بروكه وصحه فطوركم وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.